تشاو رجاتسي، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات تعلم اللغه الايطاليه. النهارده هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها الفرازي. الفرازي معناها الجمله. بعض الطلبه لما يجي يحلوا في اللغه ما بيبقاش عارفين ترتيب الجرامات كادلينج وايطاليانا، ترتيب الجرامر في اللغه الايطاليه. فهنبدا بسلسله ان احنا نبدا نعرف الطالب يعني ايه جمله، يعني ايه فاعل، يعني ايه فعل، يعني ايه مفعول، بحيث لما يطلع يرتقي باللغة بمستواه يقدر يعمل يكتب جملة بصيغة أو بصورة صحيحة. أول حاجة هنشوفها مع بعض النهاردة كلمة جملة باللغة الإيطالية اسمها إيه؟ إلا فرازي. شوفها كده مع بعض، إلا فرازي. إي تيبي ديل فرازي، أنواع الجمل. إي تيبي ديل فرازي، أنواع الجمل. الجمل في اللغة الإيطالية أو في اللغات الأوروبية بالكامل تقسم إلى ثلاث أجزاء: جمل مثبتة، جمل منفية، جمل استفهامية. طب بنسمع يا سينيور عن حاجة اسمها جمل موصولة، جمل توصيل، جمل كذا. لازم تخضع للتلات قواعد دولت. يعني الجمل في اللغة الإيطالية تلات أنواع. النوع الأولاني جمل مثبتة. يعني إيه جملة مثبتة في اللغة؟ الجملة المثبتة تتكون من فاعل، فعل، مفعول، وبتديني جملة مفيدة، وفي نهاية الجملة دي بحط بونتو أو بحط نقطة. النوع الثاني من الجمل اسمه نيجاتيفو فرازي، جمل منفية. والجملة دي بتحتمل حاجتين: نفي فعل أو نفي صفة. بالعربي لما نيجي نقول كده هل أنت طويل، ممكن تقول لي لأ أنا مش طويل، هنا نفي فعل. لأ أنا قصير، يبقى هنا نفي صفة. في الحالتين دولت في عملية نفي الفعل أو نفي الصفة ما ينفعش الاتنين يجتمعوا مع بعض، لإلا أنفي الصفة لإلا أنفي الفعل، لأن عملية نفي النفي إثبات. لو أنا قلت هل أنت طويل، لأ انا مش قصير، معناها انا طويل. النوع الثالث من الجمل انترجاتيفو فرازي، الجمل الاستفهاميه. والجمله الاستفهاميه في اللغه بتنتهي بعلامه استفهام. طب الجمله المثبته والجمله الخبريه في اللغه الايطاليه او المنفيه بتنتهي بنقطه. طيب استخدام الجمل معناه ايه؟ الجمله هي عباره عن جمله تتكون من بعض الاجزاء من الكلمات والافعال لاعطاء جمله مفيده. يعني ما ينفعش اقول انا عندي جمله في اللغه وانا ما بديش جمله مفيده. على سبيل المثال لما تيجي تقول لواحد صاحبك انا عاوز ايو فاليو، وقفت على كده، دي مش معناها جملة خالص، لان انت مديتش معنى واضح. لما تقول انا عاوز اكل ايو فاليو مانجاري، ايو فاليو ايو فاليو بارلاري، ايو فاليو بارتيري، انا عاوز ارحل، دي معناها جملة مفيدة، لان المتلقي او السامع فهم انا عاوز ايه. تعال نستعرض مع بعض الحاجات دي كلها باللغة الإيطالية. يبقى كلمة الفرازي معناها جملة. كلمة بارولا كلمة. يبقى أنا عندي مصطلحين في اللغة، كلمة فرازي جملة وكلمة بارولا كلمة. طيب تعال نشوف بعد كده إيه أنواع الجمل في اللغة. إي تيبي ديل فرازي. أول نوع بيقابلني هنا اسمه أفيرماتيفو فرازي. أفيرماتيفو معناها جملة مثبتة أو جملة خبرية، بتديني شيء واضح، شيء مش مبهم. النوع الثاني من الجمل نيجاتيفو، جمل منفية. النوع الثالث انتروجاتيفو، استفهامي. يبقى أنا عندي كام جملة في اللغة الإيطالية؟ أفيرماتيفو فرازي، نيجاتيفو فرازي، انتروجاتيفو فرازي. تعال نشوف إزاي بعملهم بصورة مبسطة. عملنا جدول او عملنا شكل مبسط جدا ازاي احول جملة مثبتة الى جملة منفية الى جملة استفهامية. نشوف الجدول ده بيقول لي ايه. افيرماتيفو، نيجاتيفو، انتروجاتيفو. لو انا عاوز اعمل جملة مثبتة، ايو سونو انا اكون، ايو سونو ستودنتي، ايو سونو ايجيبسيانو، ايو سونو ايطاليانو، مفيش اي مشكلة. طب انا عاوز انفي الجملة دي، quando usando il negativo عند استخدام النفي في اللغة الإيطالية mettono non prima del verbo، حط نون قبل الفعل. طب انا عاوز انفي كلمة io sono انا اكون، هحط نون قبل الفعل sono، هيبقى io non sono انا لا اكون. طب عاوز احول الجملة دي من جملة استفهامية او جملة منفية الى جملة استفهامية، هحط الفعل قبل الفاعل sono io وعلامة استفهام. يبقى تاني io sono، io non sono، sono io. طب tu sei هتبقى tu non sei،
say to loy A هو يكون. النفي بتاعه يبقى loy non A. الاستفهام بتاعه يبقى إيلوي. لي A هي تكون، عاوز اخليها نفي هتبقى لي نون اي، عاوز اخليها استفهام إيلي. نوي سيامو نحن نكون، عاوز اخليها نفي نوي نون سيامو، عاوز اخليها انتروجاتيفو سيامو نوي. فوي سياتي انتم تكونون او انتم تكونون، سواء جمع مذكر او جمع مؤنث. النفي بتاعها فوي نون سياتي، السؤال بتاعها سياتي فوي. لورو سونو، لورو نون سونو، سونو لورو. الخلاصة ان تلات انواع جمل دولت ممكن احولهم الى جملة استفهامية، ان انا اجيب الفعل قبل الفاعل، او عاوز انفي الجملة احط نون قبل الفعل، او اجيب جملة مثبتة تتكون من حاجة اسمها فاعل، فعل مفعول به. دي اسس اللغة، لازم اي دارس لغة سواء متحدث او متلقي او طالب يعرفه. شوف الشكل التاني كده. جينا اتكلمنا عن حاجة اسمها، هنبدأ بقى سلسلة تكوين الجملة. الجملة اول حاجة بتقابلني حاجة اسمها في اللغة اسمها سوجيتو، فاعل، بعد كده فيربو فعل، بعد كده اوبجيكتو. يبقى سوجيتو فاعل، فعل مفعول به. بداية الفاعل بينقسم الى جزئين، حاجة اسمها نومي وحاجة اسمها برونومي، اسم او ضمير. كيسينيفكا اينومي، ما معنى كلمة اسم؟ الاسم هو مصطلح يطلق لتسمية الاشياء لتحديد نوعها وعددها وضعها في الجملة. الاسماء في اللغة الايطالية كلها او الاسماء عامة، في عندي حاجة اسمها اسماء اعلام واسماء منكرة. اسماء الاعلام ما بتاخدش ادوات تعريف، على سبيل المثال محمد، احمد، هيثم، ما بتاخدش ادوات تعريف. اسماء البلاد ايطاليا، جيتو، ما بتاخدش الا في حالة واحدة، لو انا هجزأ هذا الاسم. لو قلت جمهورية مصر العربية تاخد اداة تعريف. لو قلت جيتو مصر ما تاخدش، امريكا ما تاخدش، الولايات المتحدة تاخد، روتشيا اللي هي روسيا ما تاخدش، الاتحاد السوفيتي ياخد. يبقى عند تجزئة اسماء الدول تاخد، انما الاسم لوحده ما ياخدش. بنهاية القطعة دي نطلع فاصل. تشاو باوزا، شوفكم بعد الفاصل. تشاو دوبو باوزا، اهلا بيكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم على حاجة اسمها، اول حاجة في الجملة حاجة اسمها اينومي، الاسماء. وان الاسماء هو مصطلح يستخدم لتحديد ماهية الاشياء. والاسماء تقسم الى جزئين، اسماء اعلام واسماء نكرة. الاسم النكرة لابد ان يوصف باداة تعريف ليحدد نوعه، واسماء الاعلام معرفة بذاتها ما بتاخدش ادوات تعريف. في قاعدة مهمة جدا في اللغات الاوروبية، تعريف التعريف نكرة، عند اضافة اداة تعريف لاسم معرف يصبح هذا الاسم في الجراماتيكا او في اللغة منكر. طيب الاسماء في اللغة الايطالية تعرف من خلال نهايتها. اسماء الاعلام زي ايه؟ اسماء الاشخاص ما بتاخدش ادوات تعريف. اسماء البلاد ككتلة واحدة ما تاخدش، قلنا امريكا، طب الولايات المتحدة تاخد. اسماء الظواهر الطبيعية لو معروفة للناس ما تاخدش، تمام. طيب يعني ايه كلمة اداة تعريف في اللغة؟ اداة تعريف بتساوي الف ولام في اللغة العربية. في اللغة العربية مفيش حاجة اسمها اداة تنكير، الاسم اذا اضاف الف ولام يبقى معرف، اذا لم يضف له الف ولام ما بيبقاش معرفة. طيب الاسماء في اللغة الايطالية تعرف من خلال نهايتها. في قاعدة مهمة جدا لازم نعرفها مع بعض، ان جميع الاسماء الايطالية الاصيلة تنتهي بحروف متحركة وقال للتالي. لو انتهت بحروف ساكنة ما تبقاش كلمة ايطالية اصيلة، زي كلمة بار، كلمة فيلم، الاسماء دي ما تعتبرش اسماء ايطالية. طيب الاسماء في اللغة الايطالية هناخد اول حاجة من الاسماء، اسماء بتنتهي بنهاية طبيعية، النهايات المتحركة. الاسم في اللغة لا الا مفرد جمع مذكر مؤنث. اللغات الأوروبية بالكامل ما فيهاش مثنى، الواحد مفرد، ما زاد عن الواحد فهو جمع. تعال نستعرض مع بعض الأسماء اللي موجودة عندنا دي وبتقول إيه وبتعمل. عندي حاجة اسمها ماسكيلي مذكر، فيمينيلي مؤنث. الماسكيلي الاسم المذكر ده بينقسم إلى جزئين، حاجة اسمها سينجولاري مفرد أو بلولاري، يعني أقول الاسم
ماسكيلي سينجولاري او ماسكيلي بلولاري، مفرد مذكر او جمع مذكر. طيب الفيمينيلي، فيمينيلي سينجولاري مفرد مؤنث، فيمينيلي بلولاري جمع مؤنث. طب النهايات هي اللي بتحدد لي الاسم. لو الاسم انتهى في اللغة الإيطالية بحرف الأو يبقى مفرد مذكر، كومي المايسترو، القائد أو المدرس. طيب عاوز أجمعه، في قاعدة مهمة جدا عند جمع الأسماء أو تحويل الاسم في اللغة الإيطالية من حالة إلى حالة، نحذف العلامة المميزة في الحالة الأولانية وحط العلامة المميزة في الحالة الثانية. لو أنا عاوز أحول الاسم من مفرد مذكر علامته المميزة أو، أحط حرف الإي، كومي كلمة مايسترو مايستري، شلت الأو وحطيت حرف الإي. تعال نبص للمفرد المؤنث، المفرد المؤنث العلامة المميزة بتاعته حرف الأ، زي كلمة مايسترا هتبقى مايستري، يبقى شلت الأ وحطيت الإي. تمام، يبقى احنا هنا عندنا زي ما شفنا كده حرف الأو هو المايسترو، بقول ده ماسكيلي سينجولاري مفرد مذكر. عرفت منين؟ نهايته بتقول كده. طب عاوز احوله من حالة الى حالة من مفرد مذكر لمفرد مؤنث، هشيل حرف الاو اللي محطوط تحت خط وحط حرف الاي، بقى مايسترو مايستري. طيب لو هو مفرد مؤنث مايسترا هيبقى مايستري. الخلاصة ان النوع الاولاني من اسماء في اللغة الايطالية بينتهي بنهايات متحركة، النهايات المتحركة دي بتدل على إعرابه. النوع التاني من الأسماء أو الأسماء الشواذ هناخده في الحلقات القادمة، كل مرة نبتدي ننوي عن قاعدة جديدة من الأسماء ونبدأ نحل معاها بحيث نقدر نحقق أكبر قدر من المرونة والتمارين، ونقدر نعمل حاجة في اللغة الإيطالية اسمها إمبراري، التعلم بالممارسة، نون استودياري، دراسة فقط. يبقى هنا الأسماء بتنتهي بحرف الأولى ومفرد مذكر، إي جمع مذكر، آ مفرد مؤنث، إي جمع مؤنث. ودايما حظ التأنيث في اللغات الأوروبية ضعيف، يعني دايما بنعول في القواعد بتاعتنا على المذكر سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث. تعال نشوف بقى حاجات تعليمية تاني نخفف وطأة الجراماتيكا أو القواعد ونشوف. حاجة اسمها لي فوتو، الصور. بنجيب صور تعليمية لأن التعليم بالصور بيبقى أقوى في توصيل المعلومة او حكم باللغة الايطالية. كوزي سونو ايفيلي، ماذا يفعل الابناء؟ ماذا يفعل الابناء؟ دي صورة مضحكة بناخد منها الكلمات. ماما ماما، ولد بيصح والدته، قالت له كيتش ايه، ما هذا؟ قال لها ستي دومينتو، ستي دومينتو، اما زلت نائمة؟ يعني هو بيصح والدته عشان يتأكد هي نائمة ولا صاحية. خدنا من الكلمة دي كوزي أشياء، وسونو الفيربو إسري، إيفالي أفعال الأولاد. ماما الأم، كي تشي إيه ماذا يوجد أو في إيه، قال لها ستاي دورميندو. المقطع إندو يستخدم للحالية في اللغة الإيطالية، أما زلت نائمة؟ بعد ما صح والدته بيسأل هي نايمة ولا لا. تمام، كوزي سونو إيفيلي، ماما ماما وبصحيها تاني، كيتشي إيه ستاي دورميندا. الصورة اللي بعد كده فعل اسمه ديتشيدري، ديتشيدري معناه باللغة الإيطالية يقرر، يقرر أو يحدد هو عاوز يعمل إيه. ده فعل هنشوف البريزنت بتاعه، إيو ديتشيدو أنا أقرر، تو ديتشيدي أنت أو أنت تقرري، لوي لي دي تشيدي هو أو هي تقرر، نوي دي تشيديامو نحن نقرر، فوي دي تشيديتي أنتم تقررون، لورو دي تشيدونو هم يقررون. دي تشيديري دي تشيدو دي تشيدي دي تشيدي دي تشيديامو دي تشيديتي دي تشيدونو. البساط والبصمو او الماضي القريب بتاعه دي تشيسو، يبقى هنا يقرر، ده بناخده انا عاوز اقرر شيء، وده بيجي مع حرف الجر دي، دي تشيديري دي اقرر ان. الصورة اللي بعد كده بوناسيرا، بوناسيرا مساء الخير،
ما نون مي سالو تاني سونو، ولكن ما فيش حد حياني لحد دلوقتي. بوناسيرا ما لكن نون مي سالوتا نسونا، لم احد ما حيانيش او ما ايه ما قاليش بوناسيرا او صباح الخير او الكلام ده. لا فيتا ايه كومي الحياة مثل سي فولي ستار ان ايكولو بيريو. لو انت عاوز لا فيتا ايكومي انداري ان بيتشيكليتا الحياة مثل ركوب الدراجة. سي فوي ستاري ان اي كو لي بيريو لو عاوز تبقى في اتزان. ديفي موفيرتي لابد من التحرك عشان ما تقعش من العجلة. ده مثال باللغة الإيطالية. تاني لا فيتا اي كومي انداري ان بيتشيكليتا سي فوي ستاري ان إيكويليبريو ديفي موفيرتي لابد من التحرك، يعني إنسان يتحرك في حياته على طول ما يفضلش ساكن في الحياة. الصورة اللي بعد كده بريما دي كامبياري الموندو قبل ما تغير العالم. بريما دي كامبياري الموندو ديفي كابيري لابد أن تفهم كيني فاي بارتي عن كيتو ان ده جزء منك. نون بوي لستاري اي مارجيني اكواردينو دينترو ديل فيلم. مش هينفع تبص لتغيير العالم من خلال الازاز. تاني بريما دي كامبياري الموندو قبل ما تفكر انك تغير العالم. ديفي كابيري يجب ان تفهم انك جزء من هذا التغير، ما ينفعش تشاهده من خلال النافذة. دي حكمة باللغة الايطالية. فاي تشو كي بوي افعل اقصى ما تستطيع. فاي تشو كي بوي كن تشو كي اي بكل ما تملك. لي ديفي دي تروفي حتى تجد نفسك. فاي تشو كي بوي كن تشو كي اي لي دوفي تي تروفي، يعني اعمل واجتهد بكل ما تملك وبكل ما تستطيع حتى ان تجد نفسك او حتى ان تجد سعادتك. الصورة اللي بعد كده بروتو كومي لا فامي قبيح مثل الجوع. دي حكمة بالايطالية او الفقر. بروتو قبيح كومي لا فامي قبيح مثل الجوع. بونا نوتي مساء الخير، وده مصطلح يستخدم لما يكون واحد يقول ايه تصبحوا على خير. بونانوتي اكي فيفي لا فيتا كن الكوري تصبح على خير الى كل اللي بيعيش الحياة من قلبه. اكي اما واللي بيحبها. الوتا بيردونا نون نستانتون توتي واللي بيعافر وعنده امل. واسمبري افانتي اسبراندو ان اون جيرنو ميليوري عنده امل في غدا افضل. تاني بونانوتي اكي فيفي لا فيتا كون الكوري اكي اما لوتا بيردونا نون ستانتي توتو فا سيمبري افانتي سبيراندو ان اون جيرنو ميليوري. دي حكمه تصبح على خير او تقول الناس اللي عندهم امل في بكره، الناس اللي بيحبوا الحياه، الناس اللي عندهم بيحبوا الحياة من قلبهم ومن أعماق قلبهم بتقول لهم تصبحوا على خير. شوف الصورة اللي بعد كده بتقول لنا ايه. كوانت تيمبو استاي دافانتي على كمبيوتر بير كوزا لو يوزي. كم من الوقت استاي دافانتي على كمبيوتر بتقعد قدام الكمبيوتر بير كوزي لو يوزي لأشياء انت بتعملها. تمام الصورة اللي بعد كده ايطاليا فوي امبراري لا ايطاليانو لتعلم اللغه الايطاليه. سيغوي لا نوسترا باتشينا اتبع صفحتنا. فوي امبراري لا ايطاليانو سيغوي لا نوسترا باتشينا. كولوري يبقى هنا الصور دي صور بتبقى تعليميه. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض.
تشاو دابو باوزا، اهلا بيكم بعد الفاصل. كنا بناخد صوره بتقول فوي امبراري لايتاليانو. كلمه امبراري في اللغه معناها يتعلم بالممارسه زي ما قلنا قبل كده، واستدياري يدرس. الاقوى في التاثير كلمه امبراري، لان انا بعلمك وبخليك تعمل واجب في ساعتها، او بتتعلم كمهنه او بتتعلم كممارسه لغه على حق. فوي امبراري لايتاليانو سيجوي لا نوسترا باتشينا. تابع هذه الصفحه. تعال نشوف بقى الالوان في اللغه الايطاليه. كولوري اي اجيتيفي، الالوان والصفات. كولوري اي اجيتيفي، الالوان والصفات. عندي اول لون اسمه بلو، واللون ده ازرق مفرد او جمع. بلو. روزا، فيولا، بلو ازرق، روزا اللي هو اللون الروز، فيولا بنفسجي. فيردي اخضر، ارانشوني، ارانشوني اللي هو البرتقالي، ماروني، ماروني بني، تشيالو، تشيالو اصفر، روسو، روسو احمر، نيرو، نيرو اسود، بيانكو، بيانكو ابيض، ازورو سماوي. يبقى انا عندي نعد كده الالوان مع بعض. اونو، دوي، تري، كواترو، شينكوي، سي، ستي، اوتو، نوفي، دياتشي، انديتشي. عندي 11 لون. ان فريابلي اللي هو غير مرئي. تاني نقرا كده الالوان مع بعض. بلو، بلو، روزا، روزا، فيولا، فيولا، فيردي، فيردي، ارانشوني، ارانشوني، ماروني، ماروني، جيالو، جيالو، روسو، روسو، نيرو، نيرو، بيانكو، بيانكو، ازوري. هنا بيقول لي الاسماء اللي بتنتهي بالاو تبقى في المفرد المؤنث اه. طب هي الالوان تجمع؟ نعم تجمع، والالوان تؤنث وتذكر. نعم، يعني لو انا عاوز اعمل كلمه روزا، عاوز اخليها مفرد مذكر هيبقى روزو. طب عاوز اخليها جمع مذكر روزي، طب جمع مؤنث روزي. هنا جايب لي مثال. اول صوره عندي بيقول لي اللون ده ليون الفيولا. سونو اي كالشاتوري ديل فيورنتينا. فيولي، طب هنا كالشاتوري، كالشاتوري اللي هو الصياد، هيبقى فيولي جمع مذكر. لا نوتيلا اي شوكولاته النوتيلا، لونها هيبقى ماروني. لا نوتيلا مفرد مؤنث، ايه ماروني. الصوره دي عاوز الناس او الطلبه المشاهدين معايا يبتدوا يشتغلوا عليها. ابص للنوم الاسم اعربه ايه؟ طبعا الالوان صفات للاسم الملون، لو ولد هيبقى مفرد مذكر، لو بنت مفرد مؤنث، لو جمع وحج من الناس جمع مذكر يبقى جمع مؤنث. الصفات او الالوان تجمع وتؤنث على حسب الشيء الملون. عندي كلمة بلو ثابتة مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث، تمام؟ إنما كلمة بيانكو، بيانكا، بيانكي، في الجمع بتاع كلمة بيانكو أحط اتش من الجذر وبين النهاية. بي تشكيلة الألوان اللي احنا خدناها دي تبقى نهاية حلقتنا النهاردة. أرجو إن أنا جهدي المتواضع يكون نال إعجابكم. أشوفكم الحلقة القادمة. تشاو رجاست تشاو.